حنضوي ضمن مساحتنا القانونية عن موضوع الشيك وعن موضوع سند الأمان. اليوم عم نحكي عن أوراق الناس عم تضمن حقها من خلالها، ولكن إلى طريقة قانونية معينة، وفي فروقات اليوم لنقدر الشخص يحصل حقه من الطرف الآخر. اليوم كيف نظر القانون يا هايدي للإجرائين؟ صحيح يا رشا، اليوم بتلاقي كتير من الأشخاص عم يوقعوا بأخطاء كتير كبيرة نتيجة يمكن عدم الوعي القانوني بالموضوع. اليوم نحن رح نضوي على موضوع جديد مشاهدينا عن سند الأمانة أو الشيك. لما نقول سند أمانة، وصل أو وثيقة ممكن تضمن بشكل كتير كبير حقوق الناس وتحفظها. شو الأشياء اللي لازم تكون موجودة ضمن هيدا السند، وشو في تفاصيل أكيد رح نتعرف عليها مع ضيفنا اللي صار معنا ضمن الاستوديو، المحامي لؤي الموحد. صباح الخير. أهلا وسهلا أستاذ. صباح الخير، صباح الأمل بالبدايات والانطلاقات الجميلة. أمين يا رب. أهلا وسهلا أستاذ لؤي، ودائما الأمل والبدايات الجميلة بتكون وقت نحن قادرين نحفظ حق بحياتنا يعني. واليوم القانون دائما نحن بنقول وضع لحماية المواطنين. ما بين الشيك وسند الأمانة اليوم في فروقات، ولكن خلينا بداية نتعرف من حضرتك شو هي سندات الأمانة، شو مفهومة وشو أنواعها. تمام. مو أنواع السندات، نحن أنواع سندات تجارية بشكل عام. نعم. وسند الأمانة سند واحد. سندات تجارية بشكل عام قد تكون عندنا سند سحب أو سند أمر، أو يكون عندنا سند الأمانة أو الشيك. هلأ الاختلاف بينهم أنه اليوم سند السحب بيكون بين التجار، وبيكون يعني بتوجيه من التاجر لشخص بأنه يسلم المبلغ لشخص آخر، فهذا هو بشكل عام بتكون مسؤوليته مدنية مو جزائية. نعم. بيطالب فيه لهذا السند عن طريق دائرة التنفيذ. في عندنا السند الأمانة، هو بيكون بين طرفين. نعم. مسؤولية فيه جزائية. سند الأمانة هو بيكون غالبا بالواقع العملي هو عبارة عن دين لشخص، ولكن بالقانون هو انه اودع مال لدى شخص اخر، فبيكتب وبيتعهد بهذا الموضوع. ممكن نطالب فيه امام محاكم مدنية او جزائية او دائرة التنفيذ. الشيك هو الشخص يعني كتب وتعهد وحرر بهذا السند بانه بيملك مبلغ معين ضمن البنك، فاعطاه لشخص اخر. وفي عندنا الطرف الثالث ضمن الشيك وهو المسحوب عليه هو البنك، وبالتالي كمان هو اللي احنا بتكون عندنا مسؤولية جزائية في حال عدم وجود رصيد. طيب خلينا نخبر المشاهدين أكثر، شو هو أكثر نوع من السند الأكثر شيوع والأكثر استخدام بين الناس؟ خبرنا أكثر. الأكثر شيوعا دائما هو سند الأمانة. يعني وحالات كثيرة جدا هي سند الأمانة. السندات الأخرى وسندات الشيك بدون رصيد هي حالات قليلة، فسند الأمانة دائما هو الأكثر شيوعا بكم. ولكن اليوم يعني أستاذ لؤي عم تقول إنه سند الأمانة هو الأضمن للشخص. هو من ناحية أضمن، من غير ناحية غير أضمن يعني. ولكن يختلف. اليوم الشائع بين الناس وقت بتقول لفلان أنه أنا عندي سندات أمانة لشخص ما، بيقول لك ما في نفع منها، أو حتروح محاكم طويلة، أو بجوز ما يكون معه يدفع لك. بيقولوا دائما هذا الشائع بين الناس أنه الورقة البيضاء اللي عليها بصمة الشخص هي أقوى من سند الأمانة. قانونيا شو رأيك؟ بالبداية لا اختلاف بين الورقة البيضاء وسند الأمانة، الاختلاف الوحيد هو المبلغ. فهي أنا اليوم لما بوقع على ورقة بيضاء، طبعا في كمان شائعات أنه وقع على ورقة بيضاء وما رح يطلع من قصة من أمر شيء، لا لا. أنا وقت وقع على ورقة بيضاء اللي هي بمعنى أنه سند أمانة فارغ من القيمة وفارغ من العنوان المختار، بالتالي انا موافق بالبصمه والتوقيع على اي شيء ممكن، على اي شيء ممكن ينذكر. فممكن انا يكون بيني وبين الاستاذ مثلا 5 مليون، هو يحط انه المبلغ 200 مليون. تمام. ممكن يحط لي موضوع الموطن المختار اللي الناس كمان ما بتنتبه عليه. الموطن المختار يعني انا هذا الموطن اللي بدي اخبر فيه المحكمه وافقت عليه وبصمت انه تبلغني. فبيكون الواحد قاعد موجود ما عارف في اي شيء، صدر بحقه حكم غيابي، بالتالي انت اليوم اللي ضريت نفسك. ممكن الورقه تكون بيع لبيت لو عقار، اذا فارقه تماما، الورقه فاضيه فارغه تماما ممكن تتعبى اي شيء، بس في الحاله اللي احنا بنحكي عليها سند امانه فارغ. هذا اما السند الفاضي طبعا ممكن، ولا فاضي ممكن اي شيء ممكن اللي احنا نعبيه. تمام. ممكن نشهد هي الامور. خلينا نحكي استاذ لؤي عن طرق الاثبات بالنسبه للمستفيد من سند الامانه، شو هي الطرق؟ خبرنا اكثر. تماما. هلا بالبدايه بيكون في شهود على سند الامانه، ولكن مو دائما الشهود هي بتفيد. ليش؟ في عندنا حالتين اللي احنا اما فينا نروح على القضاء الجزائي، على نمشي بالطريق الجزائي او بالطريق المدني. طيب
الطريق الجزائي بتلجأ له الناس لأنه في عقوبة الحبس، بالتالي هو يعني قوة أكثر. ولكن إذا كان موضوع سند الأمانة هو دين، حقا هو دين أو تعاملات تجارية، ما فيني أنا أروح على الموضوع الجزائي. أنا حصرا القانون بخليني أروح على القضاء المدني وأنا أطالب بمبلغ دين فقط دون أي عقوبة الحبس. فبالتالي إذا نحن كان في شهود والقاضي طلب الشهود والشهود شهدوا وقالوا أنه الموضوع هو عبارة عن دين مو عبارة عن مبلغ نحط عند هذا الشخص لفترة معينة بدي يرجع له يا أمانة، فنحن رحنا أمام القضاء المدني. نعم. أما إذا كان الموضوع حقا هو أمانة وحقا أجوا الشهود شهدوا بهذا الأمر، فنحن أمام القضاء الجزائي طبعا يعرض للعقوبة. هلا رحنا للقضاء الجزائي بدنا نثبت هذا الموضوع، كافي أنه نحن نقدم السلام بالقضاء الجزائي بتوجه له إنذار. بعد الإنذار مدة مثلا بتكون من 3 أيام ل 10 أيام، غالبا هي 3 أيام بالواقع، أنه سدد هذا المبلغ على الموطن المختار المذكور بالسند بيجي. ما سدد بعدها نحن بنقدم ادعاء بيتم تحريك الدعوة وبيتم مطالبته بالقضاء الجزائي بمحكمة البداية الجزائية. طيب استاذ لؤي، هذا اجراءات خلينا نقول قانونيه، يعني اي حدا عنده شخص سند امانه ضد شخص اخر بيروح بالخطوات اللي حكيتها وبيتم التعامل قضائيا بالشيء اللي حكيته، ولكن وقت اللي بيكون في شيك، هل يوم في فروقات؟ هل المحكمه تتغير؟ هل اجراءات التقديم عن هذا الشيك يعني ممكن تتغير؟ شو هي الاجراءات القانونيه اللي نطالب فيها نحن بهذا الشيك؟ هلا اجراءات المطالبه واثبات حاله الشيك هي اقوى بكثير من اثبات حاله سند الامانه، يعني سند الامانه ممكن احنا اذا طالبنا فيه امام دائره التنفيذ وفي حال الشخص حضر امام دائره التنفيذ وقال انا سددت المبلغ او ما في، فبالتالي نحن لجانا للقضاء وصلنا بموضوع اطول. ولكن الشيك يحمل قوه اكبر بانه يكفي اشعار من البنك بعدم وجود مؤونه كافيه او غير موجوده، يعني عدم وجود رصيد او ما في رصيد كافي. ممكن هون عقوبته كثير اكبر، يعني تماما عدم وجود رصيد. تمام، عقوبه اكبر، وبالتالي الاثبات وعبء الاثبات يعني هي نقول بصير الشيك اللي نحن اخذينه من البنك او الورقه اللي مبينه انه ما في رصيد هي كاشفه للجريمه. فما عاد في داعي لحنا نفوت بموضوع الإثبات والشهود، كافي بهذا منروح عن النيابة العامة، النيابة العامة بعدين منحرك الدعاء منروح أمام قاضي التحقيق، قاضي التحقيق بيفصل فيها بتروح على بداية الجزاء. فلحنا صرنا هون أمام قوة أكبر إذا صح التعبير للسند، وإجراءات أسهل. تماما تمام. يعني اليوم نحن حابين نستغل وجودك اكثر ونجاوب على كثير من تساؤلات اليوم المطروحه من الناس. التساؤل بيقول في حال تم توقيع الشيك ولم يسلمه للمستفيد وتم الحصول عليه من المستفيد بطريقه ما، هل هناك عقوبه على محرر الشيك؟ تماما. هلا في بعض الناس وعن حسن نيه توقع بهي يعني بهذا الخطا انه هذا الشيء من حقي وانا حصلت عليه. لا، هلا اولا ما تم اي عمل في حال تم توقيع الشيك ولم يسلم للشخص، فبالتالي لم يقوم اي شيء ولا يوجد اي حق لك، هي عباره عن ورقه لم تسلم. طيب في حال هلا بدنا نشوف احنا كيف حصل عليها. هلا قد يكون حصل عليها بالاتفاق مثلا مع احد الاشخاص عن طريق النشر بالطريق، ممكن يكون حصل عليها بالقوة عن طريق مثلا خلع المكتب الموجود فيه، دخل بالقوة، هدد بالسلاح، أخذ منه الشيك. فهون لما نشوف حسب الطريقة اللي حصل عليها بالشيك، أكيد مو بالتراضي لأنه هو بالأساس ما بده يسلم إياها. فحسب الطريقة نحن هون أمام جرم جزائي، فحصل على شيء ما هو إله بالأساس، يعني هو يظن أنه أنا هذا الشيك إلي كونه مكتوب عليه اسمي، بس أنت كيف حصلت عليه؟ ممكن حط له مخدر وفتح الخزنة وأخذه، فحسب الحالات نحن هون بنكون أمام جرم جزائي ويوصف الجرم ويعاقب عليه. تمام. طيب أستاذ لؤي، حكينا بموضوع الشيك ونحن بنشوفها هي شائعة جدا بين الناس، انه سندات شيك بدون رصيد او بدون رصيد غير كافي بالبنك. اليوم عم نحكي بين شخصين، يعني مسألة على المستوى الشخصي، ولكن اذا انتقلنا لموضوع المؤسسات التجارية، هل يتم رفع الدعوة بنفس الطريقة الشخصية؟ هلا بالبدايه بنرجع لانه بدنا اول شيء اشعار بنكي. نعم. انه نحن ما في رصيد. هلا كان هو اذا كانت شركه فلاي شركه عند الدوله موجود مدير فعلي. المدير الفعلي الموجود نحن بنحكي مع المدير الفعلي، طبعا عفوا بنرفع المدير الفعلي. نعم. ويعاقب المدير الفعلي للشركة الموجود لدى الدولة والموجود لدى السجلات، يعاقب. وأيضا بين الشركة والمدير هناك مسؤولية تضامنية تقع عليهم.
دائما طبعا. اليوم يمكن الشركات عندها كلها محامين، يعني الوقوع بهذا الخطا يعني ما بصير، ما نو خطا جدا بسيط يعني. هو مو خطا، هو متعمد بيكون بشركه بتكون مثلا عم تشتغل بموضوع جمع اموال او كذا او الى بعمليه نصب، ولكن انه يكون خطا حقيقي نادر الوقوع. تمام، خليني هيك بالختام نعطي نصائح سريعه لكل حدا عم يتابعنا كرمال فعلا ما يوقعوا ضحيه النصب والاحتيال، وكرمال ما يتعرضوا لاي سندات اليوم فاضيه او مزوره، خبرنا شو هي النصائح اللي لازم. بالبدايه السند، انا الموطن المختار اللي بده يكون موجود ما حط موطن اي موطن عام، لانه هذا الموطن انا اللي بيتبلغ عليه اذا صار لا سمح الله امر ما وبدها تبلغني المحكمه. نكتب بالسند الاماني التفصيل الهويه للطرفين واضافه الرقم بيكون وانا استلمت المبلغ، نذكره كتابه ورقما بدون ترك فراغات للاضافه، لانه في حال صار اي خلاف فراغات. تماما، ولكن اخذ المشرع بهذا الموضوع، اذا صار خلاف بياخذوا بالكتابه مو بالارقام. نعم تمام. وبالاضافه لاني ابدا ما احط اي بصمه على سند فارغ، سواء كان ورقه بيضاء او سند امانه فارغ، لانه هذا الموضوع بيحملنا كثير من الامور والاتعاب، يعني التعب الكبير. بالاضافه انه بنوجه نصيحه للجميع، يكون سند الامانه امام كاتب المحكمه. نعم، وبالتالي رح نضمن حقنا. اكيد. بالختام كنت معنا المحامي لؤي الموحد، شكرا لك ولكل النصائح القانونيه يلي قدمتها بصباحنا غير لليوم، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. شكرا استاذ لؤي لحضورك، ويوم شكرا لجهودكم للاضاءه على الامور القانونيه. اهلا وسهلا، واجبنا.